أعزائي الطلاب، شرح مختبر التاسع من مختبرات الهندسة الوراثية اللي هو البكتيريال كونجوجيشن، مقدم من قبل الدكتورة عذراء صالح فليح. البكتيريال كونجوجيشن البكتيري هو عبارة عن انتقال المادة الوراثية يحدث بين خليتين، خلية تمتلك هذه المادة وخلية لا تمتلك هذه المادة، وعن طريق الاتصال ما بين خليتين بواسطة جسر، وهذا الجسر يكون نوع من أنواع الأهداب الخاصة اللي نسميها السكس بيلس، تكونها طبعا الخلية الواهبة اللي راح تعطي مادتها الوراثية إلى الخلية المستلمة. البكتيريال كونجوجيشن أو الاقتران البكتيري غالبا ما ينظر إليه كأنه مكافئ للتكاثر الجنسي أو الاقتران، لأنه يتضمن تغير في المادة الوراثية، تبادل في المادة الوراثية، ولكن في الحقيقة هو ليس تكاثر جنسي بالمعنى الحقيقي، لأنه ماكو هناك تغيير في الأمشاج، وبنفس الوقت ما راح يتكون لنا جيل جديد من الكائنات الحية. المعلومات الوراثية اللي تنتقل عن طريق الكونجوجيشن هي عادة تكون مفيدة للخلية المستلمة، هذه المادة الوراثية تساعدها في أن تعيش في بيئة تستطيع أن تحيا فيها وتستمر في النمو فيها، مثل الجينات المسؤولة عن المقاومة للمضادات الحيوية، أو الجينات المسؤولة عن المقاومة للمعادن الثقيلة، أو إنتاج أنواع جديدة من المواد الأيضية، أو إنتاج صبغات، أو قدرتها أو اكتساب القدرة على تصنيع مواد مغذية تحتاجها الخلية في تلك البيئة، وهكذا. الاقتران يضم بخطوات التالية: إنه الدونر سيل الخلية الواهبة للمادة الوراثية راح تكون بيلس، واللي قلنا عليه نسميه سكس بيلس. هذا البيلس، وخطوة ثانية إنه هذا البيلس راح يرتبط بريسيبيانت سيل خلية مستلمة، ويجلبها قريبة من الخلية الواهبة. بعدين راح يحصل انتقال للبلازميد اللي هو الاف بلازميد من الخلية الواهبة للخلية المستلمة عن طريق قطع في احدى شريطي البلازميد، مثل ما تعرفون انه كل بلازميد مكون من شريط مزدوج، وهذا الشريط المزدوج يكون سوبر كويلد، فالقطع راح يصير في احد هذه الاشرطة، وينتقل نسخة من هذا الشريط إلى الخلية المستلمة، ويبقى الشريط الثاني باقي بالخلية الدونر سيل، وكل واحد من هذه النسخ، نسخ البلازميد كلهم بدوره راح يكون الشريط المتمم إليه، فتصبح الخليتين حاوية على الاف بلازميد. Both cells synthesize a complementary strand to produce double strand circular plasmid and also reproduce the villi. وكل وحدة بهم، بما أنه انتقل الأف بلازميد إلى الخلية المستلمة، هذه الخلية المستلمة بدورها قادرة على إنتاج البلس، وأيضا قادرة على الاقتران مع خلية أخرى، بالناتج أنه نحصل على خليتين حاوية على الأف بلازميد من نوع الاف بوزيتيف. طبعا هذا الشريحة راح تبين لنا هذه الطريقة، انه شوفوا هذه الخلية الواهبة اللي هي نسميها الدونر سيل، ونسميها الاف بلس، ايضا الاف بوزيتيف، هذه الخلية شوفوا راح تكون الهدف بالبلس، وراح تجلب عن طريق البلس الخلية المستلمة اللي هي الريسيبيانت سيل، وتشوفون انه الخلية الواهبة حاوية على الاف بلازميد، وهنا الخلية المستلمة ما عندها الاف بلازميد. يشترط بيكون ان الخلية المستلمة انه ما عندها الاف بلازميد، فعن طريق هذا الجسر اللي تكون، عن طريق هذا الجسر راح ينتقل وحدة من الاشرطة
إلى الخلية المستلمة، وكلا الخليتين راح تحتوي على الأفيبلازمت. كل وحدة بدورة راح تقدر تقترن وتنقل الأفيبلازمت أيضا إلى خلايا أخرى. نتعرف على ثلاث مصطلحات اللي هي الأف فاكتور والأتش أف آر والأف برايم. راح نجي نتعرف على كل وحدة بهم شنو تعني وين يكون موقعها. عملية الاقتران تحدث بين نوعين من الخلايا اللي هي الخلايا الواهبة اللي تحوي على الاف بلازمت والخلية المستلمة اللي تكون غير حاوية على الاف بلازمت. نجي نتعرف شنو هو الاف بلازمت. الاف بلازمت هو نوع من البلازميدات اللي تتواجد في الخلايا البكتيرية، ومن يتواجد هذا الاف بلازمت يصبح للخلية القدرة على القيام بعملية الاقتران ونقل هذا الاف بلازمد نسخة من الاف بلازمد الى الخلية المستلمة. الاف بلازمد يحتوي على فد عامل خاص نسميه الاف فاكتور او الفرتيليتي فاكتور، وعادة هذا الاف بلازمد موجود بنسخة واحدة في الخلايا البكتيرية، واما يوجد بشكل حر كبلازمد حر في الخلية البكتيرية، أو أحيانا يندمج مع الكروموسوم البكتيري. وطبعا لهذا البلازميد منطقة خاصة لتضاعف نسميه Origin of Replication (ORT). وعادة الأف فاكتور مكون من 40 جينز، هذه الجينات من ضمنها تضم جينات اللي هي الخاصة بتشفير دي البلس، يعني جينات البلس والريجولاتوري جين كلها اللي تشفر لي حتى تهيئ البكتيريا انه يصير بها اكسبريشن تكون البلس، وهذا البلس هو بعدين بالتالي اللي يكون عن طريقه انتقال المادة الوراثية من الخلية الواهبة للخلية المستلمة. الخلية الواهبة اللي نسميها الاف بلازمد او الدونر سيل او الاف بوزيتيف، والخليه المستلمه اللي نسميها طبعا الخليه الواهبه اللي هي الحاويه على الاف بلازمد نسميها الاف بلاس، نعطيها مصطلح الاف بلاس او الاف بوزيتيف او الاف دونر. والخليه المستلمه اللي تكون فاقده للبلازمد نسميها الاف نيجاتيف والريسيبيانت سيل او الاف ماينس. وعملية الاقتران يشترط بعملية الاقتران ان تحدث بين خليتين، قلنا خلية حاوية على الاف بلازمد وخلية غير حاوية على الاف بلازمد. هذا مثال للخلية الحاوية على الاف بلازمد. شوفوا البلازمد هو قلنا من نوع من البلازميدات حاوي على الاف فاكتور، و نسمي الخلية بالاف بلاس سيل، والخلية الثانية المستلمة الغير حاوية على الاف بلازم نسميها الاف ماينس سيل. هذا السلايد يوضح لكم انه الاقتران ما بين خلية من نوع اف بوزيتيف مع اف نيجاتيف، نتيجة الاقتران انه يتكون البلاس من الاف بوزيتيف الى الاف نيجاتيف، وينتقل احد شريطي البلازميد الى الاف نيجاتيف، وبالتالي تصبح النتيجة خليتين من نوع F بوزيتيف. أيضا هذه السلايد يوضح نفس العملية لكن بشكل آخر، وأيضا النتيجة النهائية هي F بوزيتيف مع F بوزيتيف 2 من ال F بوزيتيف سيل، كلا خليتين حاويتين على ال F بلازميد. أو الهاي فريكوانسي أوف ريكومبيننت، المصطلح الثاني اللي راح نتعرف عليه في عملية الاقتران هو أنه عندما يكون الأف بلازميد موجود في الخلية البكتيرية بشكل حر يبقى بشكل حر، لكن أحيانا هذا الأف بلازميد راح يتداخل مع الخلية مع الكروموسوم البكتيري مع الكروموسوم الدونر سيل، وينتقل عندما يحدث الاقتران راح ينتقل
مع الكروموسوم البكتيري، فتكون بهالحالة الخلية نسميها ال HFR أو ال High Frequency Recombinant Cell. فمن يحدث اقتران ما بين ال HFR Cell وما بين ال F- Cell يكون الانتقال مو تام للمادة الوراثية، وراح نعرف بالسلايدات الجاية شنو نتيجة هذا الاقتران. هذا ما أقصد به إنه الـ F positive cell أحياناً البلازميد الـ F بلازميد يتداخل أو insertion ضمن الكروموسوم donor cell ويصبح بهيئة HFR cell. فما راح يحدث اقتران بين الـ HFR cell، طبعاً تصبح هذه الخلية لها قدرة عالية على الاقتران، لذلك نسميها high frequency recombinant cell. انه بهالحاله انه الكروموسوم مالتها حاوي على اف بلازميد، بيكون هجين مع الاف بلازميد، فمن يكون عمليه اقتران مع الاف ماينس اللي يحاول انه ينقل الاف بلازميد اللي هو يكون ضمن الكروموسوم البكتيريا الى الاف ماينس الى ريسيبينت سيل، هنا راح يقتطع جزء من هذا الشريط احد الشريطين وراح يبدي ينتقل، لكن اثناء عمليه الانتقال راح ينفصل الجسر عن بعض، لانه عمليه الاقتران احيانا تكون فترتها قصيره ما تتجاوز الثلاث دقائق 100 سكند بالكثير، فهذه الفترة تكون غير كافية لانتقال كل المادة الوراثية، لأن هنا المادة الوراثية كبيرة مو مثل ما يكون البلازميد مفصول، هنا البلازميد راح ينتقل ينفتح جزء من عنده وينتقل إلى الريسيبيانت سيل مع سيت من الكروموسوم مع جينات الكروموسوم البكتيري مالت الدونر سيل. من ينتقل جزء من عنده راح ينفصل هذا الجسر وراح يقتطع، فالجزء اللي انتقل هذا هو عبارة عن جزء من البلازميد البكتيري وجزء من الكروموسوم البكتيري، من البلازميد جزء من الاف بلازميد وجزء من الكروموسوم البكتيري. فهنا راح النيوكليسز الموجودة بالخلية راح تقطع هذه القطع، تقطع الى قطع، فتاخذ يحصل تبادل فقط ما بين الكروموسوم الريسيبيانت سيل وبين هذه القطعة اللي انتقلت. بالتالي النتيجة النهائية والمحصلة النهائية انه الـ HFR cell تبقى كما هي، لانه ما انتقل من عندها المادة الوراثية، ما انتقل الـ F بلازميد من عندها، بقت كما هي. والـ F minus cell او بقت كما هي لأنه البلازميد ما انتقل لها من الدونر سيل، لأن انفصل الاتصال ما بين الخليتين قبل انتقال المادة الوراثية. وهنا ليش يصير تأخير؟ لأنه هنا البلازميد راح يكون ضمن الكروموسوم البكتيري، وهذا الكروموسوم البكتيري يحتاج إلى فترة أطول حتى ينتقل إلى الريسيبيانت سيل، وهذا ما يحدث بالطبيعة. لكن الجديد في هذه الحالة إنه الريسيبيانت سيل راح تستلم سيت من جينات الكروموسوم الدونر سيل، سيت من هذه الجينات انتقلت لها، وبالتالي كيكون الكروموسوم مالتها أيضا هجين، راح يكتسب جينات جديدة من الكروموسوم الدونر سيل. المصطلح الثاني اللي هو الـ F برايم، عندما الـ HFR cells احيانا ال HFR cell بما انه البلازميد الاف بلازميد يكون متداخل مع الكروموسوم البكتيري، هنا احيانا راح ينفصل هذا الاف بلازميد، ينفصل من الكروموسوم البكتيري ويرجع بحالته الحره، لكن اثناء انفصاله راح يحمل معه سيت من جينات الكروموسوم الدونر سيل، بالتالي يصبح هنا البلازميد
مو اف بلازمت بشكل تام، انما يحمل سيت من جينات الكروموسوم البكتيري، وعادة حتى اللاك جينز يكون ضمن هذا البلازمد، نسميها الاف برايم. الان عندنا اربع انواع من الخلايا في الكونجوجيشن. الخلية الاولى اللي هي الاف بلاس سيل او نسميها الاف دونر سيل، عندما تكون الخلية حاوية على اف بلازمد بشكل حر نسميها اف بلاس او الاف سيل او الاف دونر سيل. الخلية الاخرى اللي هي الخلية المستلمة واللي تكون نسميها الاف ماينس، اللي هي ما حاملة لأي بلازمت، ما تحوي على تكون without الاف بلازمت، ما تحوي على الاف بلازمت. الخلية الأخرى اللي هي الاتش اف ار الاف، اللي هي يكون الاف بلازمت راح يحشر نفسه مع الكروموسوم البكتيري ويكون بشكل high frequency recombinant cell. النوع الرابع من الخلايا بالكونجوكيشن هي الخلايا الاف برايم، عندما هذا الاف بلازميد ينفصل من الاتش اف ار، عندما تكون خلية بشكل اتش اف ار وينفصل الاف بلازميد من الكروموسوم البكتيري، ولكن عند انفصاله يحمل جينات، يحمل سيت من جينات الموجودة على الكروموسوم البكتيري ويكون بشكل اف برايم، نسميها بهالحالة الخلية الاف برايم سيل. ليش؟ لأنه الاف بلازمد containing few chromosomal genes. لازم تنتبهون إلى يعني ملاحظة مهمة، وهي عندما يحصل اقتران ما بين خلية واحدة نوع الاف بلازمد تحوي على اف بلازمد وخلية مستلمة فاقدة للاف بلازمد، ينشأ من عندها خليتين من نوع الاف بلاس أو الاف بلازمد. أوكي؟ عندما يحدث اقتران ما بين خلية من نوع HFR واللي عرفنا هي شنية HFR مع خلية مستلمة فاقدة للأف بلازمد، يحدث نتيجة الاقتران هو أنه HFR خلية HFR تبقى كما هي والخلية المستلمة أيضا تبقى كما هي، يعني ما يحصل بها انتقال للأف بلازمد، وراح نعرف ليش. قلنا عنه تحدثنا راح لكن نتحدث عليه بشكل مفصل في السلايد الآتي. لكن عندما يحدث اقتران مع ما بين الاف برايم، يعني خلية من نوع اف برايم اللي هي الخلية الحاوية على بلازمد، ولكن بلازمد هجين بي سيت من جينات موجودة على الكروموسوم البكتيري، مع F- مع خلية مستلمة فاقدة للأف بلازمد، نتيجة الاقتران هو F بلاس مع F بلاس، يعني خليتين من نوع الأف بلازمد. الأف برايم نتيجة الاقتران هي F بلاس أو F برايم مع F بلاس. أوكي؟ الآن هذا اللي أقصد به إنه خلية اللي هي الأف بلازمد حاوي على الأف بلازمد تنتقل المادة الوراثية عن طريقة عملية الاقتران الكونجوجيشن. نتيجة الاقتران أو الماتشنج هو خليتين من نوع أف بلاس، لكن الـ HFR عندما يحدث فيها اقتران مع خلية مستلمة، هنا ما يحصل انتقال المادة الوراثية بشكل تام، ينقطع الجسر قبل ما ينتقل كل المادة الوراثية بسبب كبر المادة الوراثية هنا وقصر عملية الاقتران، تكون في عدة دقائق أو ثواني. وهنا في حالة الـ F برايم طبعا HFR تحولت إلى F برايم، هذه الـ F برايم يحصل بها ماتشنج مع الـ F ماينس، نتيجة الاقتران هو F برايم مع F بوزيتيف.
لماذا عندما يحدث الاقتران why the matching between the HFR and the F minus doesn't produce the F plus cell؟ لماذا عملية الاقتران أو التزاوج ما بين ال HFR وال F minus ما تنشأ لنا خلية من نوع ال F plus أو حاوية على ال F plasmid؟ ليش عندما يحدث الاقتران بين هاتين الخليتين بين ال HFR وال F minus إنه ال F plasmid يحتاج إنه ينتقل من الخلية الواهبة إلى الخلية المستلمة؟ ولكن عندنا هنا الاف بلازميد هو عبارة عن بلازميد محشور مع كروموسوم بكتيري، فانتقال الاف بلازميد بهالحالة ما راح يكون بشكل طبيعي، لان عملية الاقتران ما تكون كافية لانتقال كل كروموسوم البكتيري، لانه حتى تنتقل الاف بلازميد لازم ينتقل مع كل الكروموسوم البكتيري المحشور معه او اللي متداخل معه، وهذا ما يحدث بالطبيعة. وعملية الاقتران عادة وقتها هو ما بين تقريبا 3 دقائق، يعني دقيقتين او 3 دقائق، فهذه الدقائق مو كافية لانتقال كل الكروموسوم البكتيري مع البلازميد الى الخلية المستلمة، بذلك تبقى الخلية المستلمة كما هي بدون أي انتقال للأف بلازميد، لكن ينتقل جزء من الأف بلازميد مع سيت من جينات الكروموسومي، وهذا الجزء المقتطع من الكروموسوم البكتيري هو راح يحدث بالإكسشينج، يصير بينه وبين الكروموسوم مارتلونفسيبيان سيل إكسشينج بالمادة الوراثية، تبادل بالمادة الوراثية. طبعا في حالة اكو اختلاف، في حالة اكو انه وجدت انه هذا الجزء المنتقل من الدونر سيل انه اكو اختلاف بينه وبين الكروموسوم جينات الكروموسوم البكتيري، اذا ماكو اختلاف ما يصير تبادل المادة الوراثية الا في حالة اكو اختلاف، فيصير ريكومبيننت بهالحالة، يعني الريسيبيانت سيل اكتسبت سيت من الجينات فاصبحت ريكومبيننت، اصبحت هجين. طبعاً عملية الاقتران اكتشفت في 50ات القرن الماضي من قبل العالم ليدنبرغ. هذا العالم قام بتجربة اكتشف فيها عملية الاقتران اللي تحدث في البكتيريا. استخدم في هذه التجربة نوعين أو سلالتين بكتيريتين وسلالتين من الإيكولاي. السلالة الأولى أو نسميها العزلة الأولى سترين A، هذه السلالة كانت تحوي طفرة بحيث ما تقدر تنمو هذه العزلة إذا ما كان الوسط يحوي على الميثيونين والبيوتين، يعني تحتاج فقط الميثيونين والبيوتين حتى تنمو. السترين A أو السلالة السترين B أو السلالة الثانية ما تقدر تنمو إذا ما يتواجد بالوسط الثريونين واليوسين والثايمين، يعني إذا وجد هذه الثلاث أنواع اللي هي الثايمين فيتامين ونوع من الأحماض الأمينية راح تنمو، إذا ما وجدت ما راح تنمو، يعني تحتاج فقط الثريونين واليوسين والثايمين في الوسط حتى تنمو. بعدين خلط السلالتين مع بعض وزرعهم على أوساط الوسط، هذا اللي هي المينيمال ميديا. المينيمال ميديا أقصد بها الأوساط الزرعية اللي تحوي على أبسط المكونات اللي تحتاجها الكائن حتى ينمو ويتكاثر. فالأوساط حتى اكتشف إنه السترين A تحتاج الميثيون البيوتين، نماها على وسط يحوي على الميثيون البيوتين يلا نمت، والسترين B نماها على وسط يحوي على الثريون واليوسين والثايمين يلا نمت. لكن من زرع سترين A على وسط خالي من أي من المكونات، المينيمال ميديا خالي من الميثيونين والبيوتين وخالي من الثريونين واليوسين والثايمين، شاف إنه سترين A ما نمت، يعني كون أو أخذ 3 أطباق. كل هذا الوسط اللي هو المينيمال ميديا اللي ما يحتوي على أي من هذه المكونات
حضر منها 3 أطباق. الطبق الأول زرع من عند من سترين أي، والطبق الثاني زرع عليه سترين بي، والطبق الثالث زرع الخليط ما بين سترين أي وسترين بي، يعني خلط لقاح من سترين أي وسترين بي في تيوبة وزرعها على الطبق الثالث. شاف إنه النتيجة كانت إنه البليتة الأولى اللي زرع بيها سترين أي ما نمت، no colonies were observed، يعني ما نمت أي مستعمرات بكتيرية. والطبق الثاني اللي هو زرع من عنده سترين بي أيضا ما نمت بي أي مستعمرات بكتيرية، no colonies were observed. لكن الطبق الثالث اللي زرع به من الميكسجر الخليط من سترين A وسترين B شاف انه دمت به عدد قليل من الخلايا، تقريبا مستعمرة لكل 10,000 خلية، وشاف انه هذه البليتة الثالثة نمت بها مستعمرة، فاستغرب قال احتمال يعني انه صار تبادل بالمادة الوراثية ما بين سترين A وسترين B، بحيث قدرت الخلية الجديدة أو السترين الجديد يقدر يصنع هو المكونات اللي يريدها، يعني السلالة الجديدة قادرة على تصنيع الميثيونين والبيوتين، وقادرة على تصنيع الثريونين واليوسين والثايمين، فما تحتاج إنه تكون بالوسط حتى تنمو. اكتسبت جينات التصنيع من السترين الأخرى. The colonies were observed in the mixture because the conjugation، يعني صار به عملية اقتران، occurred between strain A and strain B، thereby the mixture strain carrying all the gene، يعني السترين الجديدة راح تحمل كل الجينات اللي هي الثريونين واليوسين والثايمين، الخاصة بالثريونين واليوسين والثايمين والبيوتين والميثيونين، and were able to growth، قادرة على النمو في هذا الوسط اللي ما يحتوي على أي من هذه المكونات، يعني قدرت إنه تصنع هذه المكونات بنفسها. تثبت الجينات، تبادلت الجينات ما بينتهم ونشأت سلالة جديدة قادرة على تصنيع هذه الخمس مكونات اللي هي نوعين من الفيتامينات وثلاثة أنواع من الأحماض الأمينية. هذه التجربة هي ملخص تجربة ليدنبرغ إكسبيرمنت. شوفوا إنه سترين A من كتب إنه بوزيتيف، من قال ميثيونين وبايوتين بدون بلاس، والثريوني واليوسين والثايمين كتب لها بلاس، معناتها إنه هي يعني عندها طفرة بالميثيون البايوتين ما تقدر تكونه، لكن هي تقدر تكون الثريوني واليوسين والثايمين تصنع بنفسها. السترين بي إذا تلاحظوها، السترين بي إذا تلاحظوها إنه أيضا إلها القدرة على تصنيع الميثيونين والبيوتين، لكن ما إلها قدرة على تصنيع الثريونين واليوسين والثايمين. فمن أخذ ميكسجر أو كون ميكسجر ما بين السلالتين، أصبحت من خلال تبادل الكونجوجيشن أصبحت السلالة الجديدة تحوي على الجينات اللي هي الميثيونين والبيوتين والثريونين واليوسين والثايمين، فأصبحت بروتوتروفيك. السلالة أي نعتبرها أوكسوتروفيك، الأوكسوتروفيك اللي هي ما تقدر تصنع بعض المواد المغذية، وأيضا السلالة بي من نوع الأوكسوتروفيك، لكن الميكستشر أو السلالة الجديدة الناتجة من أي وبي أصبحت بروتوتروفيك من نوع البروتوتروفيك كولونيز. تجربة أخرى توضح لكم إنه كيف راح يحدث عملية الاقتران ما بين سلالتين من الإيكولاي. الطريقة الأولى إحنا راح نجريها في المختبر، إنه سترين A أخذنا إيكولاي
راعي فيها إنه هي حساسة للأمبسيلين ومقاومة للأموكسيسيلين، وهذه نميناها وحصلنا منها على مزروع بكتيري. السلالة بي أو سترين بي أيضا هي من نوع الإيكولاي، لكن شنو صفتها؟ تكون مقاومة للأمبسيلين وحساسة للأموكسيسيلين، وأيضا نميناها وحصلنا منها على مزروع بكتيري. أخذنا يعني تيوبة أولى اللي هي سترين أي، بيها قلنا شنو صفاتها، والتيوبة الثانية زرعنا بيها سترين بي، والتيوبة الثالثة أخذنا من سترين أي ومزجناها مع سترين بي، أخذنا 0.1 من سترين أي 0.1 من سترين بي وخلناها في تيوبة ثالثة. بعدين حضرنا وسط زرعي، هذا الوسط يحوي على الأمبسيلين والأموكسيسيلين، يعني هذا الوسط الزرعي راح يحتوي لنا على نوعين من المضادات الحياتية اللي هي الأمبسيلين والأموكسيسيلين، وكل واحد بيهم تركيزه 100 مايكروغرام على المول. زين، طبعا اني راح نعرف شلون راح نحضر الستوك سوليوشن من كل واحد من الانتيبايوتيك وشلون راح اخليها بنفس الوسط الزرعي. هذه الطبق اللي يحوي على الامبسيلين والاموكسيسيلين اخذت من سترين اي وزرعته بي، حضرت 3 اطباق من عنده. الطبق الاول زرعت من عنده من سترين اي، الطبق الثاني زرعت من عنده من سترين بي، والطبق الثالث زرعت من عنده من الميكسجر اللي هو من سترين، الميكسجر ما بين سترين اي وسترين بي، كل واحدة لقحته من 0.2 مول من اللقاح البكتيري، وحضنتها بالحاضنة لمدة 24 ساعة. راح نشوف النتيجة. طبعا الطبق الأول اللي هو زرعته من سترين اي منمه، ليش؟ لانه السترين اي هي قلنا انه هي حساسه للامبسيلين ومقاومه للاموكسيسيلين، واني الوسط مالتي يحتوي على نوعين من المضادات، فبتقدر تنمو سلاله اي وحده. الطبق الثاني زرعت من عنده من سلالة بي، أيضا شفت ماكو نمو، ليش؟ لأن سلالة بي هي صحيح مقاومة للأمبسيلين لكن أيضا حساسة للأموكسيسيلين، وأنا مثل ما قلت إنه الوسط يحوي على الأمبسيلين والأموكسيسيلين فأيضا ما نمو. لكن إذا شفت الطبق الثالث اللي هو زرعت من عنده من الميكسجر ما بين أي وبي، إذا شفت أكو نمو معناته إنه حدث عندي عملية conjugation أو حدث اقتران ما بين سلالة A وسلالة B، سترين A وسترين B، عزلة A وعزلة B، ونتيجة هذا الاقتران صار تبادل بالمادة الوراثية، بحيث إنه نشأة السلالة الجديدة اللي نشأت تحوي على جينات المقاومة للأمبسيلين والأموكسيسيلين. لكن إذا ما حصل نمو معناته أنه ما حدث عندي عملية اقتران، إذا حدثت عندي عملية الاقتران معناته أنه صار تبادل بالمادة الوراثية، وعلى أساسها نمت بالطبق الثالث اللي هي سلالة المزيج من سلالة أي وسلالة بي. لكن إذا ما كون نمو معناته ما حصل عندي عملية اقتران، ما صار عندي تزاوج ما بين العزلتين أو السلالتين أو الخليتين. راح نتعرف على مسألة كيف نخلي بالوسط نوعين من المضادات الحياتية حتى نعمل تجربة الاقتران للخلايا البكتيرية. هذه المسألة تقول in conjugation experiment methodology prepare 50 ml of media from ampicillin with 250 milligram and gentamicin ampoule 300 milligram for 3 ml with final concentration 500 milligram per ml. يعني هذه المسألة تقول إنه حاضر لي وسط زرعي حجمه 50 مل حاوي على الأمبسيلين
الأمبسيلين عندي مطقية كباودر أو ككبسول تركيزه 250 ملي جرام، والجنتا مايسين أعطيتك إياه كأمبول تركيزه 300 ملي جرام على 3 مم. وأراعي إنه هذا الوسط الزرعي تركيز الأمبسيلين بي 500 مايكروغرام على المم، وتركيز أيضا الجنتا مايسين 500 مايكروغرام على المم، يعني تركيز المضادين هو 500 مايكروغرام على المم. حتى أحضر الستوك سوليوشن مات الأمبسيلين وأعرف إيش قد راح أخذ من عنده للخمسين مل ميديا، بالبداية أشوف الأمبسيلين هو باودر، لاحظوا إنه كباودر 250 ملي جرام، فأضرب 250 ملي جرام في ألف حتى أحصل أو أحصل على المايكروغرام، أحول الوحدات من الملي جرام إلى مايكروغرام، التركيز من ملي جرام إلى مايكروغرام، ضربت في ألف حصلت على تركيز 250 أو وزن بحجم أو وزن 250 ألف مايكروغرام. هذا كباودر لازم أحله، ولازم أحله بكمية من المي. هذا المي اللي راح أضيفه راح أراعي إنه أكو فد مادة ثانية أو أنتيبايوتيك ثانية راح أضيفها للوسط، فراح أحل هنا بتومل مو 5 مل. إذا حليته بخمسة مل معناته إنه راح يكون الحجم كبير مالت الفي 1 اللي راح أسحبه، بالتالي راح يأثر لي بعدين على الأنتيبايوتيك، حجم الأنتيبايوتيك الثاني، وما أقدر أخذ الحجم المطلوب من الأنتيبايوتيك الثاني، فراح أحله باثنين مل. من حليته باثنين مل قد طلع لي تركيز 125 ألف مايكروغرام على المل. من حطيت القانون C1V1C2V2، الC1 هو 125 ألف مايكروغرام على المول، والV1 هو إيش قدر راح أسحب من عنده، الC2 هو 500 مايكروغرام على المول، والV2 هو 50 مول من الميديا. من عملت المعادلة ماتي طلع لي الحجم الكمية اللي أو الحجم أو الكمية اللي أخذه من هذا الستوك سوليوشن مات الانتيبايوتيك هو 0.2 مل. إذا حليته بخمسة مل راح يطلع لكم تقريبا 0.4 مل. زين أني عندي 0.4 مل، والمفروض أني عندي الوسط 50 مل اللي مات الميديا، حجم الوسط 50 مل، لازم أراعي إنه الانتيبايوتيك الأمبسيلين والجنتا مايسين حاصل جمع الكميات مالتهم، كمية الأمبسيلين كمية الجنتامايسين ما تتجاوز الـ 0.6، ما تتجاوز الـ 0.6. زين راح أجي على الجنتامايسين. الجنتامايسين قال لي إنه بشكل أمبول، يعني هو حاضر كستوك، مجرد إنه 300 ملي جرام أقسمه على 3 مل أطلعه 100 ملي جرام على المل، أضربه في ألف حتى أحصل على 100 ألف مايكروغرام على المل. هذا هو الستوك مالتي مالت الجنتامايسين. وراح أعمل قانون C1V1C2V2، السي 1 هو 100 ألف مايكروغرام على المل، الفي 1 هو اللي أنا أريده، السي 2 هو اللي هو 500، في الفي 2 هو 50. راح يطلع لي الحجم اللي لازم أسحبه من الجنتامايسين هو 0.25 مل. من راح أجمع 0.2 مل مع ال 0.25، يعني 0.2 مع الاثنين حصل جمعهم هو 0.4، قد طلعت لي 0.45، وهذه أقل من 0.6 فإذا مناسب. فأراعي من أحضر هيجي تجربة، أراعي إنه حجم الأنتيبايوتيك الأول مع حجم الأنتيبايوتيك الثاني ما يتجاوز 0.6 مل إذا عندي 50 مل. إذا عندي أكثر من الميديا، هاي هنا أنا أقدر، إذا كان عندي 100 مل من الميديا أقدر أحل الأمبسيلين ماتي كمية أكثر من الـ 2 مل.
طبعا كذا هنا انتهى مختبرنا اللي هو البكتيريال كونجوجيشن، وإن شاء الله راح نستأنف الشرح بالمختبر العاشر اللي هو البكتيريال ترانسفورميشن. المسألة الثانية من مسائل الكونجوجيشن اكسبيريمنت، أنا أريد أحضر وسط حجمه 440 مول. المفروض حاولي على الأموكسيسيلين والأمبيسيلين. الأموكسيسيلين تركيزه الأصلي اللي هو 500 ملي جرام، والأمبيسيلين تركيزه 300,000 IU. أنا أريد تركيز الأموكسيسيلين والأمبيسيلين كلاهما تركيزهما 600 مايكروغرام بير مول بالوسط اللي هو حجمه 40 مول. راح أحضر ستوك سوليوشن من الأموكسيسيلين، 500 راح أحولها إلى مايكروغرام أضربها في 1000، بعدها راح أحلها بخمسة مول فراح أحصل على تركيز 100,000 مايكروغرام بير مول. راح أستخدم قانون C1V1C2V2. C1 اللي هي 100,000 مايكروغرام بير مول، V1 هو هذا اللي أريده، C2 600 مايكروغرام، والحجم الوسط 40. راح أحصل على حجم 0.24 أو 0.24، هذا اللي أخذه من ستوك سوليوشن مالت الأموكسيسيلين. أنا أراعي إنه عندي فد أنتيبايوتيك ثاني اللي هو الأمبيسيلين، لازم أيضا أضيفه للوسط. فالأمبيسيلين تركيزه الأصلي 300,000 IU، معناته إنه هو 300,000 مايكروغرام. إحنا نعرف إنه الأيو تعادل المايكروغرام. 300,000 أيضا بشكل باودر أحلها في 2 مول، أحصل على تركيز 150,000 مايكروغرام بير مول. راح أستخدم أيضا قانون C1V1C2V2. C1 اللي هي 150,000 مايكروغرام بير مول، V1 أريده، C2 600 مايكروغرام، في V2 اللي هو 40 مول. راح أحصل على تركيز 150، راح أحصل على حجم مأخوذ من الأمبيسيلين اللي هو 0.16 مول. حاصل المفروض حاصل جمع ال 0.24 زائدا ال 0.16 ما تتجاوز ال 0.48 أو ال 0.48. ليش؟ لأنه أنا مسوية سابقا في النسبة تقول لي إنه 50، كل 50 مول المفروض حجم الأنتيبيوتيك اللي خليه بي ما يتجاوز ال 0.6، ونعرف ليش. إذا عندي 40 مل فتطلع لي النسبة تقريبا 0.48، فأني بما أنه حاصل جمع الأمبيسيلين مع الأموكسيسيلين طلع لي 0.4 أو 0.4، معناته ما تتجاوز 0.48. إذا كان حساباتي صحيحة وأقدر أضيفهم للوسط، وأقدر أخليهم بالفلاسك وأضيف لهم أكمل الحجم بالوسط اللي هو 40 مل. بالتالي حصلت على وسط زرع حاوي على المضادين. هذه هي النسبة اللي أقول لكم إياها، إنه مسبقا أني أعرف إيش قد المفروض راح أضيف من المضادات اثنيناتهم حاصل جمع. لهنا أنا خلص مختبرنا اللي هو مختبر الكونجوجيشن، وإن شاء الله راح نستأنف في الشرح مختبر البكتيريال ترانسفورميشن، آخر مختبرات البيولوجي الجزيئي. وإن شاء الله أيضا مطلوب من عندكم هذا المختبر مع الكونجوجيشن.